أحد العلماء كان في أقصى بلاد الغرب، قال: جاءني شاب بوذي فعرضت عليه الإسلام، كلما تحدثت معه ما اقتنع، مو بالقوة واحد يقتنع، ما اقتنع حتى انتهى البحث ولم يؤثر كلامي فيه شيئا. قال: أنا سامع أنه عندكم واحد يقال له الحسين، شنو قضية هذا الرجل؟ يقول: أنا بدأت أشرح له بعض الجوانب من قضايا كربلاء وعاشوراء، يقول شوية شوية ملامح الكآبة والحزن بدت على وجهه، يقول بعد شوية شرحت له وإذا به ينفجر بالبكاء، وكلما أمضي في الحديث يزداد بكاؤه، يقول من بكائه خنقتني العبرة أنا فما تمكنت أن أتكلم، فألح علي وتوسل أن أستمر في حديثي، يقول بصعوبة بالغة أكملت الحديث، يقول بعد ما أكملت أخذ يكفكف دموعه، بعدين قال: شنو شرائط الدخول في مذهبكم؟ يقول: أنا قلت له الشهادتان والشهادة بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، فأعلن تشيعه. يقول هذا الشاب الآن تحول إلى مؤمن أفضل من كثير من المؤمنين. ينبغي أن نفكر ماذا نصنع في حقل التأليف، في حقل المنبر، في حقل المجتمع لسيد الشهداء.